الثمانية اللي في مقدمة أمسيتنا وبرنامج أمسيتي هذا اليوم يوم الأحد 22 من شهر نوفمبر عام 2015 في انطلاقة هذا المهرجان مهرجاني تكريمي ضوء. انطلق الشوط على بركة الله، نتمنى التوفيق مشاهدينا الأعزاء للمنطلقين، نتمنى لكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء أيها الإخوة والأخوات في كل مكان وعبر الهواء مباشرة تلفزيونيا وصوتيا المتابعة الحسنة إن شاء الله، نتمنى ذلك للجميع. هذا الشوط الذي انطلق بسيله الجارف واتجه نحونا مباشرة، نحن بانتظار التعرف على مثل هذه الأسماء، وشوط من أشواط السيارات، شوط من أشواط السيارات المقدمة في هذا المهرجان. مقدمة الشوط مشاهدينا الكرام شاهينية في المركز الأول تحتل السيد حمد بن مسلم بالزفره العامري، بينما المركز الثاني يأتي دور العاصمة للضعيف بن سيف بن ميثان الشامسي. النقلة الثالثة على المركز الثالث اللي تحتل الشاهينية لسيف بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري، نقلة إلى رابع المراكز، ونرى خيرة لسيد إبراهيم بن سالم بن حمد بالكور المزروعي، بينما نرى المركز الخامس اللي تحتله هملولة للسيد محمد بن سالم بن ناصر بن حمد العامري. سادس المراكز يأتي دور العنود لمحمد بن عبيد بن محمد بن ضافي العامري، هناك دخول وسيل جارف عرمرم قادم للمراكز الخمسة الأولى. هنا نكتشف وجود رقم أربعة عبير للسيد جمعة بن راشد بن سعيد الغافرية الفلاسي اللي خذت المركز الخامس. المركز السادس اللي هي قناعة تعود ملكيتها سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز السابع إذا حد شاف رقم المايدية للسيد خليفة بن سالم بن ضبيعة الاجتبي، وأيضا في هذه المعمعة مشاهدينا الأعزاء في هذه المعمعة أرى أسماء داخلة بقوة، منتحرة بقوة. هناك وجنة لحمد بن محمد بن حب العامري، لكن نعود إلى الكيلومترين الأخيرين ونرى مقدمة الشوط مرة أخرى وماذا يحدث في المقدمة. يا سلام، العاصمة للسيد الضعيف بن سيف بن دميثان الشامسي عند لوحة الكيلومتر الأخير، المسيطرة على موقف الناموس الأول، والسيارة سيارة من سيارات مهرجان ضوء المقدمة بمكرمة من سيدي ولي عهدي دبي حفظه الله سمو الشيخ حمدان بن محمد، يا سلام عودنا أبو راشد على المكارم. المركز الثاني قناعة للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، قناعة مو مقتنعة بالمركز الثاني. تبى قدام هناك، تبى المركز الأول. شوف يا سلام، 600 متر، قناعة طالع فوق ما شاء الله تبارك الله، رايحة للناموس، رايحة. الله، باي باي. وين الصبر يا بن حضيرم؟ الصبر وين في مهرجان ضو؟ يبولهم نقطة الناس، يبولهم نقطة ناموس. الله، لا زيد، اللهم زد وبارك، ما شاء الله تبارك الله. شوي ارحمنا يا بن غدي، دخيلك الا الوضع الانفراد. يبونتين ما شاء الله، يبونتين، الله يوفق. هذه قناعة لم تقتنع ولن تقتنع الا بالناموس. تهانينا وسلام يا مرغم، سلام يا مكان الأصايل والناموس والرموز والمحبة والاحترام. تهانينا على فوز قناعة. في المركز الأول السيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، المركز الثاني العاصمة ضعيف بن سيف بن ميثان الشامسي، المركز الثالث عالية لمحمد بن بطي بن محمد الشامسي، المركز الرابع بنشوف ماتهاب لحميد بن علي، ماتهاب للسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير اجتبي، المركز الخامس
ما دامك حلفت انك ما انتبهت لها بعد انا ما انتبهت لها. بنشوف التوقيت مشاهدينا الكرام، واشكر الزملاء على التواصل وعلى المساهمة في تحديد المراكز والارقام. يا سلام يا سلام يا سلام، اذا قناعة لا تقتنع الا بالسيارة وباسم ناموس من خلال المركز رقم واحد في مهرجان ضو الكبير. قالوا لنا شوي شوي وقلنا له على وين شوي شوي، الناس يبون تيم يبون تيم، وهذا هو ما شاء الله تحقق التيم. يتحطم التوقيت، ماذا دهاك يا بن غدير؟ ماذا دهاك؟ لم يحدث في تاريخ الأصايل، لم يحدث. ما الذي دهاك يا سعيد؟ ماذا فعلت اليوم؟ كيف فعلت هذا؟ ما شاء الله تبارك الله، إنما حدث حدث عجيب عجيب ورهيب وغريب من نوعه. توقيت 4 دقائق 17 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. يا ويلكم يا الحجايج، متى عاد تيبون هذا التيب أو حوله ولا وين؟ بعد في مهرجان ضو، في مهرجان ضو حدث، في مهرجان حدث، في مكرمة حدث، من أبا المكارم والعطايا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد. يا سلام، 4 دقائق 24 ثانية 3 أجزاء من الثانية، توقيت اللي فازت في المركز الثاني اللي هي العاصمة للسيد سهيل سيف بن دميثان الشامسي، هو اللي فاز بالمركز الثاني، بينما اللي خطفت المركز الثالث أشوف الثالثة. 4 دقائق 25 ثانية بالوفاء والتمام، المركز الثالث. 22، بفتش في دفتري وكمبيوتري، بشوف عالية لمحمد بن بطي بن محمد الشامسي، تهانينا والناموس. ولكن الحدث وقع، الحدث